مين بيواجه يوسف اوباما في نادي النادي الاهلي؟ هتشوف بقى يوسف اوباما. انت حضرتك نقوم جاي رايحين على قفشه، محمد مجدي قفشه تعالى لي من هنا، واخد بال حضرتك؟ مجدي قفشه بقى عنده كل المهارات، عنده الاول سلاح التسديد، يعني من هنا لحد هنا، يعني عنده كل قصه التسديد دي بشكل اكتر من رائع واكتر من ممتاز. ده محمد مجدي قفشه بيعملها زي ما الكتاب بيقول، رجليه تقيله، رجليه لما بتكون مظبوطه بتفرق معاه السما من الارض. نرجع تاني لمجدي قفشه في وجوده الاساسي هنا، لكنه المدرب مديله كتير جدا من الصلاحيات، انه يشتغل بشكل كويس، انه يشتغل بشكل فيه حريه مطلقه. يبقى من هنا مجدي قفشه، وبعدين مجدي قفشه شغال بقى يا باشا هنا، مجدي قفشه شغال هنا، مجدي قفشه شغال هنا، مجدي قفشه شغال هنا، مجدي قفشه شغال هنا، لكن بكره هتلاقيه شغال هنا بشكل اكتر. الحته دي كلها مع اي كوره نرجع بقى هنا تاني هيبقى متقدم قدام شويه، نرجع بقى مع مجدي قفشه كل الكرات اللي مرتده من حارس المرمى او المدافعين، مجدي قفشه على التسديد المستمر على مرمى نادي الزمالك. ايه ميزه مجدي قفشه هنا؟ مجدي الكنترولنج بتاعه عالي جدا، او محمد مجدي قفشه الكنترولنج بتاعه عالي جدا جدا جدا، وبالتالي بيقدر يرقص، بيقدر يفوت، بيقدر يسدد زي ما هو عايز. طيب هل كده الصداع بالنسبه للاهلي هيكون اوباما، بالنسبه للزمالك هيكون مجدي قفشه؟ لا، الاهلي بقى كمان عندك هنا ميزه رهيبه، الا وهي علي معلول. علي معلول من هنا انا بتصور انه علي الحقيقه هو يعني ورقه رابحه شديده جدا 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 للنادي الاهلي، حدث ولا حرج لحد هنا. وبعدين خد علي معلول من هنا ادخل بيه هنا، خد علي معلول من هنا ادخل بيه هنا، خد علي معلول العب على التسديدات اللي جايه مباشره غير الضربات الثابته. علي معلول بيوصل لحد هنا كده، ممكن حضرتك وتفتكر معايا مباراه الاهلي وطلائع الجيش، مباراه الاهلي والاتحاد، مباراه الاهلي وسموحه. فمن هنا علي معلول هو صداع دائم في دماغ اي مدرب ممكن يكون موجود امام اي فريق منافس. مباراه الحقيقه نص الملعب هيكون له الدور الاكبر، نص الملعب اللي هو حمدي فتحي، عمرو السولية، اليو دانجو، اعتقد الدور الثلاثه اللي هيبداوا في مواجهه فرجاني ساسي وطارق حامد وسيد زيزو اللي مستواه عالي جدا جدا الفتره اللي فاتت وبقى اساسي، وهتلاقي بكره عنده واجب دفاعي اكتر شويه. دول اللي هيحددوا شكل واداء المباراه. علي معلول من النادي الاهلي ومحمد عبد الشافي من نادي الزمالك هيكون لهم دور اكبر. مصطفى محمد محتاج مجهود كبير جدا من الاثنين السردباكين، اما اجاييه هيبقى راس الحربه المستخبي الخفي اذا لعب في مركز راس الحربه. بادجي انا ما زلت مصمم انه لعيب كويس وانه بيهد اي دفاع وانه مشكله على اي دفاع وانه بياخد الثقه مباراه بعد مباراه. من ينتصر؟ هل راس كارتيرون ام راس رينيه فايلر؟ كل واحد على فكره متحفظ جدا، عنده نوع من انواع الثقه في فرقته، وبالمناسبه الفرقتين بيلعبوا بكره للفوز. دي فقره سريعه جدا تحليلية الزمالك والأهلي، غدا هنرجع ونكمل مع حضراتكم، عندنا موضوع تاني مهم يخص الزمالك والأهلي.